الخلاف في حد ذاته ليس رذيلا عند الذين يتمتعون بالعقلانية التواصلية ويعرفون معنى العقل المشترك، والرذيلة الحقيقية هي عدم احترام الرأي الآخر وعدم الإيمان بالسنة الإلهية الكونية في التنوع وادعاء كل فصيل امتلاك الحقيقة المطلقة، ومن ثم تكفير الآخر ودخول الأمة في حرب الجميع ضد الجميع. ومن هنا يجب بغلق صفحة تعارك الفرق العقائدية القديمة والخروج من حرب الخنادق التي تحصنت بها الفرق المتصارعة منذ فتنة عثمان وحتى الآن، نخرج منها نحو النهار، نحو رؤية جديدة للعالم نقوم فيها معا ببناء الجسور بين المتنوع والحي منها حتى الآن، على أساس من الاعتراف بالتنوع بين المذاهب وأيضا بالتنوع بين الفرق والطوائف.